بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن شاء الله استكمالا سلسلة أعراف الدواء، بنتكلم عن واحد من المكملات المهمة، أسكور سي 100، عبارة عن فيتامين سي 100%، سطل 3 كيلوغرام، منتج أردني، وفي منه أسكور سي 25، 25% تركيز. طبعا ده فيتامين سي وده فيتامين سي، الاختلاف فقط بيكون في التركيز، وبالتالي بتختلف الجرعة. يعني أسكور سي 100%، هنحط الجرام من فيتامين سي 100% على 8 لتر من الماء. هنا بنحطه على 200 لتر من الماء من الأسكور سي 25%، دي بتكون عبارة عن سطول 3 كيلوغرام، متقسمة للداخل إلى عبوات، كل واحدة 1 كيلوغرام زي كده، دي الأكياس بالداخل. طبعا زي ما قلنا الاختلاف فقط في الجرعة، هنا بنعطي الجرام على 8 لتر ماء، وهنا بنعطي الجرام على 200 لتر ماء من 25%، لكن الاستخدامات واحدة، كله بيستخدم لتعزيز المناعة، تحسين الصحة العامة، يستخدم بعد النقل من مكان لمكان، لأن دايما بعد النقل بيحصل انخفاض أو هبوط في المناعة، يستخدم أثناء الأمراض المعدية، خاصة الأمراض الفيروسية زي الطاعون والجدري والهويجر، يستخدم لتحسين الصحة العامة وتحسين الإنتاجية. وزي ما قلنا بالنسبة للجرعة، في السكور سي 100 بنعطي 1 جرام على 8 لتر ماء، وبالنسبة للسكور سي 25 بنعطي 1 جرام على 200 لتر ماء. ده بالنسبة للجرعة. نقدر نضيفها على الرأس، كل رأس من الأغنام 5 جرام، كل رأس من الإبل 8 جرام، كل رأس من الأبقار أو من الخيل 8 جرام، مع ماء الشرب طبعا. استخدم لمدة 5 أيام متتالية، وليس له مدة تحريم، فيش مدة تحريم. استخدمه أثناء الذبح، استخدمه أثناء الحليب، مفيش أي مشكلة. ده كل ما يخص الأسكور سي 100، سواء تركيز 100% أو 25%. نرجو أن احنا نكون أفدناكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.